الحمد لله، اللهم بارك. غير حاجة واحدة اللي بغيت نقول أنا، شي حاجة اللي غنختصر لك، اللهم بارك على هذه الأكاديمية. الحمد لله، وكنشكروا جلالة الملك الله ينصرو على هذا الشيء اللي قدم للفريق الرجاء البيضاوي. وحنا بغينا الناس ديال الرجاء يرجعوا للقاعدة ديال الرجاء. ها الأكاديمية اللهم بارك، عندهم الملاعب، عندهم مؤطرين، عندهم اسم، ولكن ها الرجاء دابا ما فيها حتى واحد ضد الفرقة. حنا باش غادي تكون هاد، باش غادي تكون هاد هاد الأكاديمية؟ حنا بغيناهم يكونوا كل داك الشيء اللي كنا كنعرفوا حنا على الرجاء من قديم. كنعرفوا الدري كيبدا من الأكاديمية وغادي من المينين بي بي الجونيور السنيور، ها هو 10 سنين كيبان لك راه دار سميتو. دابا ما كاين حتى واحد. وحنا هادشي اللي بغينا نقولوا على الرجاء، يرجعوا للقاعده الله يجازيهم بخير. عزيز بودراوي الله يعاون. المهم انا ما كنعرفوش ولكن كنسمع عليه، المهم غادي في الطريق الصحيح. الله يوفقه، الله ويدوك الناس اللي كيكونوا معاه هما اللي يكونوا، لان راه اي واحد عنده استشاره، عنده مستشارين، يستشار مع دوك الناس اللي في جنبه، راه هما اللي غيوريه ما هو اللي واجب عليه راه كيديروا. صراحه الافتتاح اللي كان كيتسنى الجمهور الرجاوي فارغ الصبر، يعني من 2013 وحنا كنتسناو الافتتاح ديال اكبر اكاديميه في افريقيا. هذا الشيء ما غريبش على نادي الرجاء الرياضي، ودائما السباق لاي افتتاحات اي القاب ديما كتلقى الرجاء، كما جا في الرساله الملكيه غيبقى الرجاء مثال يقتدى به. العزيز بدراوي كي الرجل المناسب في المكان المناسب ان شاء الله، مع سي عزيز غتكون حقبه جديده ان شاء الله. كنتمنوا الجمهور يصبر على الرئيس الجديد حيت خدام ان شاء الله رغم المشوشين، ولكن غادي يقول الكلمه ديالو ان شاء الله. الصراحه هذه الاكاديميه مفخره لجميع الرجاويين وجميع المغاربه، وغتعطي لعابه صغار في مستوى اللي غيشرف الكره المغربيه ويشرفوا الرجاء البيضاوي. وتنتمنوا من هذه الاكاديميه يعني تهتم بالفئات الشابه على المستوى الوطني ومستوى بوسكوره، وهذه مفخره بزاف فريق نادي الرجاء البيضاوي. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تيفي.